السلام عليكم ورحمة الله. في بعض التحديثات في بلندر، النسخة الحديثة أصبح فيها العديد من الأوشن. ممكن ننشئ أي أوشن بأربع تفصيلات مختلفة. خلينا نضيف أوشن موديفاير، فنلاقي اللي حاصل عندنا أن أوشن ولكن ما بتحركش. فالسبب لازم التايم ده يكون متغير، فهنيجي هنا هنضيف التايم لاين بحيث نقول في التايم هنا نقول انزرت كي فريم. هنيجي وليكن عند 150 انزرت انذر كي فريم، ثم الاند هيكون 150. نختار الكل. طبعا الحركة هتكون مش هتكون لينير، فعشان كده نختار الكل شيفت اي ثم لينير انتربوليشن، فالحركة هتكون بهذا الشكل. طب ده الجزء القديم عشان نحصل على التغيرات الحديثة موجودة في بلندر، فموجودة في السبيكتروم، موجود في ده القديم اللي هو تيربلنت. لو غيرنا ده الى شالو ووتر فده موجود، ده كده الاوشن. ممكن نغير الدبس نخليه وليكن 10، والسايز هنا نخلي 120 او 90. طبعا تغيير القوام دي مش ثابتة، على حسب عندنا السايز للاوشن. ده كده اول تغيير ممكن نحصل عليه. التغيير الثاني ان نختار established ocean، depth نقول وليكن 30 والسايز 50، بلاي. فده كده الاوشن عندنا. ده كده كان باختصار درس اليوم من السبيكتروم. في اربع بريسيت مختلفين، تغيير الدبس والسبيشال سايز، او المفترض سبيشال سايز. ممكن نحصل على عدة تغييرات مختلفة. طبعا بالنسبة للريزوليوشن، لو قلنا ان هنا مثلا ده كده 12 والرندر 15، فالريزوليوشن طبعا بتزيد. من هنا ممكن نغير ده كده 100، طبعا التغيير بيكون على حسب النتيجة المطلوبة. أتمنى يكون هذا تفيد، وإلى اللقاء في عدة دروس قادمة.